يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا ما بعوضة فما فوقها، أن يضرب مثلا ما، نعم، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يقول إنما، يقول بعض الناس إنما فوقها هو حشرة صغيرة فوق رأس البعوض تحميها، فهل هذا التفسير صحيح؟ وش أدراه عن هذا؟ إن جاب دليل قبلناه، وما جاب دليل ما قبلناه. فوقها من المخلوقات، والله أعلم. نعم.